طبعا المنتخب السنغالي هو منتخب قوي جدا، ولا شك أن المباراة ستكون مباراة صعبة، خاصة أن الإمكانيات إذا وقفنا على جانب الحقيقة يعني من الممكن أن يكون أقوى فعلا، لكننا أيضا نؤمن بالمدرب أمير عبدو الذي استطاع تخطي عقبة كانت بالنسبة لنا يعني حاجز أو عقبة لا يمكن تخطيها، فنحن استطعنا تخطي هذه العقبة، فلما لا يعني نستطيع أن نكمل في المباراة في البطولة، وربما نكون الحصان الأسود يعني. Je pense que ce sera un derby alléchant et nous souhaitons à ce que notre équipe, le Sénégal, remporte cette rencontre pour intégrer le carré d'As pour la deuxième fois après la première édition 2009 qui s'est tenue à la Côte d'Ivoire. Le Sénégal va continuer à jouer son jeu, à produire son beau jeu, mais également un jeu constructif. On va essayer d'aller sur les transitions, on va essayer d'être percutant et d'essayer également de remporter ce match pour passer en demi-finale parce que c'est l'objectif maintenant. للمرابطون لأول مرة في تاريخهم لربع النهائي. المباراة ستكون صعبة وصعبة جدا خاصة على الفريق على المنتخبين، منتخب السنغالي والمنتخب الموريتاني، لكن لا أعتقد أن السنغال ستكون عائق أمام المرابطون لبلوغ نصف النهائي، خاصة عندما تأهلنا في مجموعة تضم مالي وأنغولا. يا السنغال لن تكون كبوة أمام المرابطون.